أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم. وفي مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، قال الرئيس السيسي إن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً. اسمحوا لي ان انا بسجل هنا ان هذا الامر محتاج لمزيد مزيد مزيد من التمويل منخفض التكلفه، خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي مرت على العالم خلال كوفيد 19 سنتين، وايضا الازمه او تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه. يعني عايز اقول ان في الظروف الاقتصاديه الصعبه ديت اللي بتمر بالعالم كله، يمكن تكون مؤسسه التمويل متعددة الأطراف يعني محتاجة تضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول اللي هي الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها. بالنسبة طبعا لتعاون البنك مع مصر، انا بسجل برضو تقديري ليه هنا، احنا بنتكلم في محفظة استثمارية تصل للواحد وثلاثة من عشر مليار دولار، والحقيقة بنتطلع للمزيد.